ابو العروسه انت كنتي بتمثلي بروقان قوي يا نرمي. احنا ابو العروسه كنا اسره بحقه حقيقي بجد. كان مسلسل جميل وناجح بجد اسره وكلنا حابين بعض وقاعدين مع بعض. بس عايزه اقول لك ان بجد انا مثلتي واتضربتي وغنيتي ما اتلمستش. كان فول اوبشن بس عايزه اقول لك ما اتلمستش. ده كل ده كان تمثيل. ما هو يعني بس حصل ثوره على ضرب نرمين الفقي. حد يضرب كان حصل مدحت اللي كان خايف وانا ماسكه السكينه يعيد المشهد عشان ماسكه السكينه. لا ده الناس هجمته جامد. ده مره جه عندنا في حلقه لحد يضرب نرمين الفقي. يا جماعه انا مالي عملت ايه بعملت شهادتك ولا تفكيرك اللي زي الزفت ولا اخلاقك اللي زفتين؟ انت مالكيش كلام في عيني وانت راجل مش مالي عيني اصلا. وديني ما اسيبك والله لا تلاقي جبر وديني نقتلك. سيب السكينة يا حقير. طلعني انت طالق ورحمة امي ما انت ميتة. تعالي نكدت علي يا حسني. قومي تعالي في داهية داهية لا ترجعي حياتي اتقلبت جحيم في داهية. بس انت بيتك اشبع بيه يا اخي. انا بكرهك اشبع بيه يا فرج الله. ده افراق. عارف يعني افراق. وغنيتي وغنيت ودي كانت مفاجأة على فكرة. انا فوجئت ان لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي نرمين انت كمان 3 ايام هتغني. قال لهم هغني هتغني في فرح طليقك واغنيه ايه؟ قالوا لي اغنيه انا اللي ببيع ياسمين وبعتوها لي. وتاني يوم رحت سجلت انا نفسي كنت متفاجئه على فكره. يعني ده صوت نرمين الفقي ده كان الحقيقي. صوتي طب احنا بقى عشان نصدقك ايوه احنا اي حاجه هتقوليها كده هنشتري. اه لا ما ينفعش. دلوقتي ولي اول مره نرمين الفقي هتغني وسط الجمهور لايف. ايوه اغنيه ابو العروسه انا اللي ببيع ياسمين. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت ما تخليش حاجة تفوتك.